من أمثلة شابتر 5 بعنوان Determining Forces from Motion. Checkpoint 2: An object is moving with constant momentum. وخلينا نتذكر الثري اكسبريشنز اللي هنقولهم دول: constant momentum, constant speed, motionless. في أي من هذه الحالات الثلاثة مفيش change in momentum، وبالتالي النت فورس في أي اتجاه الزيرو، يعني سيجما الفورس في اتجاه الاكس او الوال او الزد بزيرو. مديني الكونستانت مومنتم ب 10 ونيجاتيف 12 ونيجاتيف 8 كيلو جرام متر بير سكند. بيقول وات ذا ريت اوف تشينج اوف مومنتم، يعني بيقول لنا المومنتم كونستانت يعني بيتغير بقد ايه. طبعا اجابه مباشره زيرو، دي بي باي دي تي equals zero. ليه؟ إن قالي constant momentum. ده الجزء الأول في السؤال. الجزء الثاني بيقول what is the net force acting on the object. نفس الكلام، طالما الدي بي اللي هو بيساوي الاف نت دوت الدلتا تي، نخيل كده عندنا الدي بي بزيرو بيساوي الاف نت دوت الدلتا تي، مفيش تغير في المومنتم، الزمن بيمر لا يساوي زيرو، ان عمال يمر. إذن الإف نت في أي اتجاه إيكوال زيرو. الجزء الثالث من السؤال: The object is acted on by three objects in the surroundings. يعني في three forces. Two of the forces are 100 مع 50 مع negative 60 newtons. والسكند فورس negative 130 مع 40 مع negative 70. والوات is the third force. احنا استنتجنا ان السيجما فورسز بتساوي زيرو، والسيجما الفورس اي ايكوالز زيرو. يعني ايه؟ يعني اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3، الثري فيكتورز دول مع بعض مجموعهم بزيرو. تعالوا نطبق. اذا الفورس الاولى 150 ونيجاتيف 60، الفورس الثانية نيجاتيف 130 مع 40 مع نيجاتيف 70، الفورس الثالثة مجهولة طبعا ليها 3 components. إذن الاف 3 هتساوي، هودي التو فورسز رايت سايد وهسيب الاف 3 في الليفت سايد، يبقى اقول نيجاتيف 100 مع 50 مع نيجاتيف 60 ماينس نيجاتيف 130 مع 40 مع نيجاتيف 70. ندخل النيجاتيف على الثري كومبوننتس يبقى نيجاتيف 100 ونيجاتيف 50، ونعدل النيجاتيف لبوزيتيف، نقول هنا بلس وهدخل النيجاتيف جوه يبقى 130 مع نيجاتيف 40 مع 70. طبعا تقدر تطرح تجمع اعملها باي شكل تحبه. ال100 او النيجاتيف 100 مع ال130، النيجاتيف 50 مع النيجاتيف 40، وال60 مع ال70. إذن الـ F3 عشان تبقى مجموع الفورسز بزيرو should be 30 مع نيجاتيف 90 مع 130 نيوتنز.